وهي الفاصوليه صارت جاهزه، وراح اعمل جنب رز مفلفل وصحن سلطه كمان. قولوا لي شو بدكم غيره؟ جميله، شو بكي؟ عندي شويه نزيف امي وموجوعه. امي فيكي شي؟ انت منيحه؟ ايه منيحه. عم تبكي يا روحي؟ بنتي عم تبكي يا عمري، احكي لي شو بكي؟ ها؟ عم فكر باحمد، شو بيكون عم يعمل بالحبل؟ ما عم يعمل شي بنوب، بيكون عم بفكر. الانسان بالحبس بفكر اكثر من اي وقت تاني. اصبري شوي يا عمري، كوني صبورة. امي انت منيحة؟ ايه منيحة، بس مغصت شوي، لا تخافي. كانت صاير لها شي امي؟ لو صاير لها شي كانت حكت لي. ما في شي، لا تخافي. بعده اجت الطيارة. جميلة، شو صاير معك؟ صاير معي. فينا نروح لعند هي المرة اللي اسمها ميساء؟ لا ما فينا امي، نيفين هون وعثمان كمان. ما فيني اعمل شي، رح استنى لبكره. فيني اصبر لبكره، لا تقلقي. رح شوف الفاصوليه، سويت ولا لسه؟ من هون بتطير الطيارة لفوق، رح تطير مشان تنزل من هون. نيفين، أنا وستك عنا شغلة ضرورية لازم نعملها بكرة، فيكي تنتبهي على عثمان؟ وأنا بكرة عندي شغل أمي. وكتير مهم، ما بيتأجل؟ كنت بدي روح زوره لأحمد. ليش سمحوا له بالزيارات لحتى تشوفيه؟ ما بعرف، يمكن على الأقل باخذ خبر من اللي قابله، محامي رفيقه. انتو شو بدكم تعملوا؟ ستك صدرها شوي عم يجع، وكنت بدي اخذها على الدكتور. ايه خلص، روحوا انتو، انا بضل بالبيت، بشوفه بالزيارة يلي بعدها. منيح، يسلموا بنتي. سلامتك تيتي، بس ما بصير هيك، لازم تحكي مرة ثانية. بسيطة.